رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغني التميمي حفظه الله وعافاه الله. عمل المكتب التنفيذي بهيئة علماء فلسطين في الخارج فريقا واحدا في خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وفي خدمة قضايا الأمة الإسلامية جميعاً، وكان من إنجازاته الزيارات المتعددة لبعض البلاد العربية والإسلامية ولقاء العلماء فيها وتذكيرهم بواجبهم تجاه الأرض المباركة فلسطين وقدسها الشريف وأقصاها المبارك وقضايا الأمة جميعاً. وكان من أعمال هيئة علماء فلسطين في الخارج ومكتبها التنفيذي المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات والمخيمات العلمية والبيانات والمنتديات واللقاءات الصحفية والبرامج التلفزيونية والإفطارات الرمضانية وغير هذه الأعمال مما هو مسطر في الكتاب المصور لأعمال هيئة علماء فلسطين في الخارج. ساعة حتى تقاتل اليهود فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله. وهم يستحقون من أمتنا العربية والإسلامية أن تفتح أمامهم الأبواب وتساندهم أيضا وتساند نضالهم الوطني الذي لا يتوقف. مرة أخرى أشكركم جزيلا يا إخوتي، من يقرأ التاريخ يرى بأم عينه أن الأمة لن تنتصر إلا أن تتوحد كلمتها. أمتنا يا إخوتي، أمة الإسلام، لديها أسباب النصر متوفرة وسنن الله الكونية في نصر الأمم متوفرة لديها، ولا ينقصها إلا هذه السنة، وهي اجتماع الكلمة ولم الشمل ورص الصف. هذا الذي ينقص هذه الأمة، وأنتم تعلمون أيها الإخوة ولا يخفى عليكم أن الأمر كله يتعلق أولا في ذمة علماء الأمة، علماء الشريعة، فإنهم إذا توحدت صفوفهم وتوحدت كلمتهم وكانت لهم قيادة واحدة فإن ذلك يدعو الأمة كلها إلى الاجتماع من ورائهم، والتاريخ يشهد بهذا. فما استطاع قواد الأمة يوم الحروب الصليبية أن ينتصروا إلا حينما اجتمعت كلمة العلماء، وكان على رأسهم علماء المقادسة الذين هاجروا من بيت المقدس إلى دمشق وكانوا مع صلاح الدين الأيوبي مع بقية العلماء جميعا كلمة واحدة. 153 ألف مواطن